للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد تميمي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية. أهلا بك أستاذ خالد. هل لك أن تحدثنا عن أهمية هذا المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه النيابة العامة، وهو طبعا يعني ما هو أبرز ما سيتم التطرق إليه في هذا المؤتمر؟ مسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين. في البداية أتوجه بالشكر لتلفزيون البحرين وعلى القائمين عليه على هذه المداخلة، والتي تجسد الدور الفعال للنيابة العامة في الشراكة المجتمعية لنشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع. طبعا هذا المؤتمر له أهمية كبيرة ومكانة خاصة في مجال التعاون الدولي بشكل عام والتعاون القضائي الدولي بوجه خاص، نظرا لكونه يتعلق بالتعاون في مواجهة ومكافحة نوعين من أخطر الجرائم الماسة بأمن واستقرار الدول وبنظامها المالي ومقدراتها الاقتصادية، وهي جرائم قتل الأموال وتمويل الإرهاب. والمؤتمر على وجه التحديد يتناول في موضوعاته بحث مستوى التعاون القضائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات التي تصادف ذلك التعاون، وكذلك يعرض التجارب الناجحة في مواجهة ومكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب. ويكتسب المؤتمر أهميته من موضوعه ومن معديه والمشاركين فيه. فالنيابة العامة عملت على عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسراكوزا، وشارك في عداده المكتب العالمي لمكافحة جرائم قتل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، ويشارك في فعالياته عدد من الخبراء الدوليين وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكذلك ممثلي الجهات والأجهزة ذات الاختصاص بإنفاذ القانون في البحرين وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن دول مختلفة في العالم. نعم السيد خالد. ولعل اختيار المساهمين النيابة العامة لتكون مقرا لعقد المؤتمر هو إغرار بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم قتل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء قوانينها للقواعد الدولية اللازمة لمكافحة تلك الجرائم، وكذلك لوجود مؤسسات وأجهزة متخصصة وغادرة تعمل بجدية على تغويض هذه الجرائم، والذي بسببه تبوأت مملكة البحرين وفق مؤشر بازل لمكافحة قتل الأموال المرتبة الأولى عربية والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة قتل الأموال وتمويل الإرهاب. نعم إذا السيد خالد التميمي رئيس نيابة في نيابة الجرائم الإرهابية، شكرا جزيلا لك.